أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا ومتابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم شهدت المملكة أجواء دافئة بشكل عام، تأثرت المملكة بكتلة هوائية دافئة في مقدمة لتأثر المملكة أيضا بمنخفض جوي مرفوع بكتلة هوائية باردة خلال الأيام القليلة القادمة. نبدأ نشرتنا بتوقعات هذه الليلة في العاصمة عمان، حيث يسود طقس مستقر غائم جزئي، درجة الحرارة ترتفع مقارنة بالليالي الماضية 10 درجات مئوية، الملموسة 9 درجات، الرطوبة حوالي 70%، والرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة اليوم غد. نبدأ بإربد، طقس غائم بشكل كامل بغيوم عالية بدون فعالية. إربد 21 إلى 11، المفرق 18 إلى 10، جرش 19 إلى 11، وعجلون 17 إلى 9 درجات مئوية. المنطقة الوسطى البلقاء 18 إلى 10، مأدبة 19 إلى 8، عمان 18 إلى 9، البحر الميت 22 إلى 14، الزرقاء 19 إلى 10 درجات مئوية مع طقس غائم بغيوم عالية. المنطقة الجنوبية الكرك 16 إلى 6، الطفيلة 17 إلى 8، الشوبك 16 إلى 7، معان 18 إلى 8، والعقبة 24 إلى 14 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية الأزرق 19 إلى 9، الصفاوي 17 إلى 8، ورويشت 18 إلى 10 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.